الشيخ محمد الخالد قاعد وشرح للطلبة آلية عمل الكاميرات للطالبات بالمعرض. شوف الوزير يشرح للطلبة، دليل على أنه رجل واعي لما يحصل وعنده هدف. عطول التقرير. كلكم صح، ها؟ كلكم صح. هذه غرفة جديدة تونا إنشأناها في المبنى. حواسكم إخوانكم راح يشرفوكم عليها. نستطيع أن نتابع معظم إن شاء الله لكم من خلالها، وبعدين يقلون القيادات وبيشوفون كل شيء اللي يصير في البلد ويتابعون ويا القادة الميدانية. فالحين راح يشرحوا لكم فيها كل شيء، فيها المرور والنشطة وكذا، وفيها خواتكم اللي مستلمين الخط الواحد واحد اثنين بالنسبة لعملها. فراح يشرحونها لكم من واقع الطبيعة إن شاء الله. شفتوا الشاشات الحين؟ عرفتوا وين في مواقعهم؟ وين؟ علموني. تنباركية. عادل، من اللي قال تنباركية؟ عادل، هذه اللي أنا أقول عنها. زين، هذا البر شنو؟ هاي صعبة تعرفونها، هذه حدودنا الشمالية. شفتوا البر؟ الشاشة العودة؟ شفتوا إيه؟ شفتوا اللي على اليسار هناك؟ ذاك المطار، شفتوه؟ شفتوا المطار؟ هنشوف أحد إنجازات